أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة الأربعاء من همزة وصل، هذه المساحة المفتوحة يوميا بيننا وبينكم للحوار والنقاش حول قضية مهمة من القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر. نلتقي بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يعتقد الكثير من المراقبين والخبراء بل والجمهور على السواء أن استقالة الدكتور حازم الببلاوي وحكومته كان وراءها من الأسباب الرئيسية لاحتجاجات والإضرابات التي عمت البلاد في الشهرين الأخيرين، ويقدر عددها الكثير بأكثر من 50 إضرابا واحتجاجا في قطاعات إنتاجية وخدمية. هذا هو الاعتقاد السائد. الدكتور أو المهندس إبراهيم محلب الذي كلف بتشكيل الوزارة الجديدة أكد أنه سيكمل ما صارت عليه الحكومة السابقة من إنجازات، وأيضا ستكون من أولوياته الاقتصاد والأمن، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه المطالب الفئوية ربما تكون من التحديات المهمة التي تقف أمام الحكومة الجديدة. هل تعتقدون بأن هذه المطالب الفئوية ستكون عنصر ضغط أمام حكومة المهندس إبراهيم محلب؟ في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم على عناوين التواصل التي ستكون مبينة خلال هذه الحلقة على شاشة البرنامج. أولا نذهب إلى تقرير مقتضب يلقي الضوء على موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ الحوار معكم ومع ضيوفنا. الأولوية الأولى اللي هو توفير الأمن والأمان وعودة الانضباط للشارع المصري. عقب ثورة 25 من يناير والحكومات تتوالى حكومة تلو الأخرى، آخر تلك الحكومات حكومة المهندس إبراهيم محلب الذي كلف بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي. الاستقالة التي قوبلت بترحيب من قبل عدد من القوى السياسية، مرجعين هذا الموقف إلى ما اعتبروه فشلا في تلبية مطالب واحتياجات الشعب وتدهور الأوضاع في عدة مجالات، معبرين عن أملهم في تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة الملفات الملحة على الساحة السياسية. العديد من التحديات في انتظار الحكومة الجديدة برئاسة محلب، على رأسها الأمن والاقتصاد، فضلا عن استكمال خارطة المستقبل. كما تواجه الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أهمها مواجهة الاعتصامات والإضرابات الفئوية التي شهدتها عدة قطاعات مطالبة بتحسين الرواتب وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. الاعتصامات والإضرابات إلى جانب المطالب الفئوية جميعها تمثل عقبات كؤود أمام حلم النهوض بالاقتصاد المصري، وتعد من أكبر الهموم التي تواجه أي حكومة في بداية توليها مهامها. فهل تنجح الحكومة الجديدة في تخطي تلك العقبات وتستطيع أن تحل المعادلة الصعبة ما بين مطالب مشروعة للعديد من فئات الشعب وما بين ما هو متاح أمامها من إمكانات؟ وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، إلا أن الأمل في التغيير والقضاء على الفساد والانطلاق إلى الأمام سيظل حلما يداعب قلوب المصريين الذين خرجوا في ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو من أجل غد أفضل. أهلا بكم من جديد. إذن طموحات وأمال كبيرة يعلقها الشعب المصري على حكومة المهندس إبراهيم محلب. وصلت بالفعل بعض المشاركات والتعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي للبرنامج، سوف تعرض لنا أبرزها الآن سريعا الزميلة إيمان الشيخ. إيمان. نعم زميلي أحمد، الكثير من التعليقات والمشاركات وجهات النظر وصلت إلينا على صفحتين على الفيسبوك وتويتر كما تعودنا من مشاهدينا دائما ويوميا. وتتحدث اليوم التعليقات عن المطالب الفئوية. مدحت يقول: ثلاثة أعوام وثورتان ومئات الإضرابات ولا حس ولا خبر، متى ستسمون مطالب الشعب التي من أجلها ثار؟ متى ستسمونها مطالب فئوية؟ لن نيأس وسنثور وسنضرب عن العمل وسنطالب
نطالب بحقنا ولن نصمت. محمد تواب يقول أكيد المهمة هو كيفية تلبية هذه المطالب وإدارة الدخل وإيرادات البلد في تغطية نفقات الشعب المصري. محمد ماضي يقول أتمنى أن يوفق الله الحكومة الجديدة وأن يقوم بحل أزمة هذه الأيام. اللهم أوصل مصر إلى بر الأمان، ولابد أيضا من فتح شركات واستخدام الصحراء الشاسعة لبناء مباني للسكان وشركات للبطالة. أيمن العراشي يقول في الحقيقة لا أجد أي داع لانتهاز وقت غير مناسب للحصول على مطالب شخصية، ولا أجد وطنية لمن يريد الحصول على مصلحتي ولا يفكر في مصلحة الوطن. نحن في مرحلة حرجة يجب النظر فيها إلى أحوال البلد. مشاهدينا، بداية لجولة من الاتصالات الهاتفية نتلقاها معكم سويا مع الزميل أحمد. إليك. طيب إيمان، بالطبع سوف ترصد لنا المزيد من المشاركات والتعليقات التي سيرسل بها مشاهدونا الكرام على موقع التواصل الاجتماعي المبين على الشاشة، وسيكون مبين على الشاشة خلال هذه الحلقة. سيكون معنا في أولى مجموعات الاتصال في الحلقة اليوم الأستاذ محمود العسقلاني الكاتب الصحفي، والدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، والدكتور عبد الرحيم عميرة خبير التنمية البشرية. أبدأ أولا بالأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ محمود العسقلاني. أستاذ محمود، يعني هناك مطالب فئوية كثيرة أعلنت وتعلن في صورة اعتصامات وإضرابات. بداية، هل تعتقد أن هذه المطالب التي كانت تطالب كثيرا الحكومة السابقة سوف تهدأ أو تتوقف لحين معرفة سياسة الحكومة الجديدة بعد تشكيلها؟ يعني دعني أبلغك بخبر مهم جدا. طب. أنه منذ دقائق تلقيت اتصال، أو يعني اتصلنا بمعالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بشأن إضراب الشهر العقاري. وأنا كنت مكلف بشكل شخصي أنه ننهي هذه الأزمة، لأنه بأمانة شديدة مطالب الشهر العقاري مطالب مش كبيرة، يعني مطالب دول يعني في حدود 8000 موثق أو موظف. يعني الفلوس أو المطالب اللي بيطلبوها ما هيش كبيرة إلى الدرجة، وهم مطالبهم مشروعة بأمانة شديدة. رئيس الوزراء حلم يعني منذ دقائق قال لي أنه طلبات الناس دي فوق دماغنا كلنا، وإحنا في نهاية الأمر جايين عشان نحقق مطالب الناس، جايين عشان نحقق احتياجات الناس وعشان نساعد الناس. وأتصور أنه زملائنا في الشهر العقاري أو أصدقائنا في الشهر العقاري، رئيس النادي معايا والشباب الشهر العقاري كلهم موجودين، كلهم أجمعوا على أن هذا الرجل رجل محترم، وأنه من الممكن أن تحل مشاكلهم إن شاء الله خلال المرحلة اللي جاية. إحنا في انتظار الآن قرار من لجنة مشكلة في وزارة العدل لإنهاء الأزمة، وخلال يعني ساعات ان شاء الله يعني انا نفهم من ذلك انك تتوقع ان تخف او تهدأ سلسله الاحتجاجات والمطالبات الفئويه. يعني انا عايز اقول لك ان رئيس الوزراء الحالي بامانه شديده انا واحد ممن طالبه بوجوده في هذه في هذا المكان، ويمكن انا يمكن قلت في التلفزيون المصري قبل كده او في النيل الاخبار ان هذه الحكومه لابد ان تتمحلب. ولم اكن اقصد التهريج، انا كنت بقصد ان هذا الرجل رجل عملي ويستطيع الحركة ميدانيا، وأنا أتصور أن هذا الرجل قضى وقتا كبيرا من فترة وجوده في وزارة الإسكان خارج مكتبه. هذا الرجل يعني بيدخل مكتبه يعني وقت قليل ربما لتوقيع بوصة أو بريد أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي أنا بأتصور أنه خلال المرحلة اللي جاية دي هيعمل ضخ يعني حيوية. طيب. في هذه الحكومة أرجو أن تبقى معنا أستاذ محمود، سنعود إليك مرة أخرى. بالطبع فكرتك المبدئية اتضحت، شكرا لك. أتوجه للدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة. دكتور، يعني هناك كما ذكر الأستاذ محمود هناك بوادر استجابة لهذه المطالب بالنسبة للشهر العقاري، لكن ربما يقول قائل إذا استجيب للشهر العقاري فلماذا لا يستجاب للقطاعات الأخرى؟ وإذا استجيب هل الاقتصاد المصري يتحمل في هذه المرحلة سريعا الاستجابة لهذه المطالب؟ نعم، هو سؤال جيد في الحقيقة، والإجابة بتاعتي هتكون ليها شقين أساسيين. الخطاب الأول موجه للمطالب الفئوية أو أصحاب المطالب الفئوية، بنقول لهم إن
مصر فوق الجميع، وان احنا كلنا لازم نقف مع بعضينا عشان خاطر نعدي مثل هذه الازمات. لكن بطمنه في نفس الوقت، واذا كنت بقول لهم بلاش من الاضرابات الجويه، بقول للحكومه ورئيس الحكومه رجل مشهود له بالكفاءه العمليه وكفاءته وخبراته السابقه تدلل على ذلك، اقول للسيد رئيس الحكومه عليك ان تراعي البعد الاجتماعي وتضع البعد الاجتماعي في اولى اعتبارات حكومتك. واذا حبينا نترجم البعد الاجتماعي فمطالب المطالب الفئويه او بشكل عام الحد الادنى للاجور، يجب ان نعمل على تذليل العقبات التي تقف امام تحقيق هذا الحد الادنى. كيف نذلل العقبات وهو شعور بأن هناك. شكرا لك على هذه النقطة، سنكمل هذه النقطة والنقطة الأخرى متعلقة بتحمل الاقتصاد المصري لهذه المطالب بعد فاصل قصير. دكتور خليك معنا من فضلك. نجدد لكم تحية مشاهدينا، ونرحب مجددا أيضا بضيفنا الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة. دكتور فرج، كنت تتحدث قبل الفاصل عن الشق الأول ثم الشق الثاني، وهو هل يتحمل الاقتصاد؟ إذا كان الشق الأول يتعلق بالمطالب الفئوية، وأنا بقول لأهلينا من عمال والفلاحين وصغار الموظفين، نتحمل لأن مصر تحتاج جهد كبير
محتاج ان احنا نتحمل. ايضا بنوجه رساله للحكومه ونقول ان العداله الاجتماعيه تحقيق العداله الاجتماعيه يجب ان تكون في اولى اولويات برنامج الوزاره. ونترجم العداله الاجتماعيه بالحد الادنى للدخول الذي يجب ان يحتفظ بالحد الاقصى. والحديث